فاطمة العرادي معلمة مختصة بحالات صعوبات التعلم في مدرسة الديه الابتدائية الإعدادية للبنات، قامت بجهد شخصي بتأليف كتاب حمل عنوان تنمية الإدراك لدى الأطفال ليكون دليلا تعليميا للتربويين في مختلف مدارس المملكة. فاطمة العرادي معلمة مختصة بحالات صعوبات التعلم في مدرسة الديه الابتدائية الإعدادية للبنات، سارعت نحو الإفصاح عن نتاجها المعرفي الثاني الذي حمل عنوان تنمية الإدراك لدى الأطفال، لتضعه بين يدي أعضاء الهيئة التدريسية من التربويين العاملين في مختلف مدارس المملكة، ليكون لهم بمثابة دليل تعليمي زاخر بنوعية متفردة من الأنشطة والتمارين العلمية يستطيعون تطبيق فحواها على شريحة واسعة من طلبة المراحل الدراسية المختلفة. من ضمن الجهود التي تدعم تعلم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتشجيع إدارة المدرسة على المبادرات وتنفيذ المشاريع التي تدعم تعلمهم، كان ثمرتها إصدار هذا الكتاب الذي يدعم قدرات وتطور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. هذا الإصدار الذي وجد دعما كبيرا من قبل وزارة التربية والتعليم سيشكل قيمة مضافة للمكتبة البحرينية والعربية لكونه مجلدا يحوي العديد من الوصفات التعليمية التي لديها القدرة على معالجة مشكلات صعوبات التعلم على اختلاف درجاتها ليستفيد الجميع من محتواها القيم. وزارة التربية والتعليم لها دور كبير، وهناك أيضا توجيهات دائمة ومستمرة في الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وضمان كافة حقوقهم، وكذلك تدعم جميع المبادرات التي يبادر بها اختصاصيي ومعلمي صعوبات التعلم وجميع المعلمين. يخدم الكتاب بالدرجة الأولى الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من عمر 5 سنوات وحتى 12 سنة بجميع فئاتهم من ذوي صعوبات التعلم، بطء التعلم أو الذكاء الهامشي، وكذلك الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، وأيضا بعض حالات طيفي التوحد. رجع الصدى المرجو من هذه الطبعة التي اختيرت مضامين صفحاتها بعناية قد تحقق وخلال فترة وجيزة. أسهم الكتاب في رفع دافعية التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وتفاعلهم الكبير في أنشطة التعلم، وكذلك أسهم في سرعة اكتسابهم للمهارات الأساسية في القراءة والحساب وغيرها من المهارات التي يعانين من صعوبة فيها. استهدفوا مثلا كتابين، وهذا الكتابين يعني كان من خلال مجهودها بالإضافة لتشجيعنا المستمر لها قدمت فيه أنشطة متنوعة تخدم أنا ما أقول أنه بس حق الصعوبات، حتى الفئات العمرية الصغيرة أيضا تساهم فيه. إنجاز معرفي بات متاحا بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وهو ثمرة تلك المساعي الذاتية البارزة لمنتسبي المدارس الحكومية من الهيئات الإدارية والتعليمية، تأكيدا على ما يتمتعون به من كفاءة وتفان بالعمل. من أجل التعليم ورغبة في إحداث التأثير الإيجابي الملموس على عقلية الطلاب والطالبات ممن يعانون من صعوبات التعلم، حل هذا الإصدار المعرفي بجهد ذاتي متميز من فكر معلمة دفعها الإصرار على مساعدة تلك الحالات بتنشيط ردهات الدماغ لديها والمسؤولة عن استقبال المعلومة عبر استثارتها وتحفيزها، ليتمكن أطفال صعوبات التعلم من تلقي المعلومات وحفظها بشكل أسرع من ذي قبل. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.